بلية انتشرت رزية عمت تلكم الصور والاستهانة بالتصوير وانتشار الصور حتى لا تجد بيتا إلا ودخلته هذه الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي فتنة لا تدع بيت مدر ولا وبر إلا دخلته. قال بعض العلماء: لعلها فتنة التصوير التي لم يسلم منها أحد إلا من رحم الله. كثر المجال في مجال التصوير، وتحجج بعض المتحججون بأن هناك من العلماء من يتصور، وهذا الرجل المسكين الذي يتحجج بهذه الحجج، هل العلماء تصوروا من أجل الذكرى؟ هل تصوروا من أجل المتعة؟ هل صوروا نساءهم؟ هل صوروا أطفالهم؟ هل افتخروا بصورهم؟ الآن انتشر بين أوساط المسلمين وصغار المسلمين نساء ورجالا تلكم الكيمرات التي يلتقط فيها الصبي أمه بثياب داخلية، أو الصبية بثياب البيت، وتخرج تلك الصور العارية وتفضح النساء. ما سبب ذلك عباد الله؟ إنها التهاون، التهاون الذي وقع بين أوساط المسلمين. انتشرت تلك الجوالات التي فيها الكاميرات بزعم بعضهم يريد أن يتواصل مع ولده أو مع ابنته. هناك جوالات غير الكاميرا، إذا كنت حقا تريد التواصل مع أولادك هناك جوالات غير موجود فيها كاميرات، لكن ترى الناس يهرعون إلى تلكم الجوالات ذوات الكاميرات وبدقة عالية والتقاط واضح، وهلم جرة نسى المضمون الذي من أجله اشترى ذلكم الجوال، إنما يلتفت إلى الكاميرات. فانتشرت الصور عباد الله، انتشرت وطمت، بعضهم بحجة الذكرى زعم. أقول لك يا صاحب الذكرى، أتدري أن أول شرك بدأ في الذكرى حينما مات ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ أقوام صالحون من بني نوح عليه الصلاة والسلام جاء لهم الشيطان بصورة رجل ناصح، فقال: هل لا تذكرنا هؤلاء الصالحين الذين ماتوا حتى لا ننسى فضلهم وذكرهم؟ فتذكرهم الناس. ثم لما انقضى الجيل الأول، انظر، قل العلم، جاء الجيل الثاني، جاءهم الشيطان بصورة رجل ناصح، قال: هل صورنا لهم صورا حتى لا ننساهم؟ الذكرى ما تنفع. هكذا قال: فصوروا لهم صورا من باب الذكرى، كما تقول أنت: أريد أن أتذكر جدي، أريد أن أتذكر نفسي، أريد أن أتذكر كذا وكذا. أين جدك العاشر؟ أين ذكراه؟ أين جدتك العاشرة؟ أين ذكراها؟ أين صورتها؟ أنقص منك شيء حينما لم تتذكرها؟ أنقص منك شيء يا عبد الله؟ أم هو تلبيس من الشيطان؟ قال: فلما هلك الجيل الثالث أو الجيل الثاني، جاء الجيل الثالث وكانوا يرون الآباء يعظمون هذه الصور فعبدوهم، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام ينذرهم ويبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض. ولكن كما قال ربي: إني كلما دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إنها معالم الشرك عباد الله، ظهرت في قوم نوح فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تكبروا ولم يقبلوا من الحق وهو ينذرهم، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى دعوة التوحيد. شاهدنا عباد الله أنهم بدأوا بالصور التذكارية، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فانظر يا من تقول للذكرى، تساهل بعض الناس في هذا، فيا من تصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو قال حبة. مستحيل أن يخلق ذرة، مستحيل أن يخلق شعيرة. ومن أظلم على صيغة أفعل، وهي من صيغ الأبلغ أو المبالغة، أي ومن أظلم، أي لا أظلم بعد هذا ممن يضاهي بخلق الله. لا تظن أن الأمر سهل، الأمر جد كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء: فإن صورها للعبادة فقد أشرك مع الله، وإن صورها فقط لا للعبادة فقد ضاه الله في خلقه وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال للمصور أحيي ما خلقته. صورت، نعم، أحيي ما خلقته. فانظر يا عبد الله، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشمة والمصور وآكل الربا وموكلها والمصور، أي حلت عليه اللعنة. بل أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنقان من النار يقول: وكلت لكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. انظر يا عبد الله، يخرج عنق من النار فيقول: وكلت لكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فكيف من تصويرات تصورها يا عبد الله؟ فكيف بمن يصور الأفلام الإباحية قاتله الله؟ فكيف بمن يصور المحرمات والنساء المتمرجات وينشرها وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؟ سيتحمل الناس كل من شاهد صورتك وزرك ووزر ما تفعله يا عبد الله. اتقوا الله أمة الإسلام.